اروح بس التليفون ده كابتن. طيب طبعا وبعد كده اقول لك حاجه مهم كابتن جدا ان ماهر. احنا نسيب له كابتن سيد فريد لاعب نادي سموحه واللي احرز هدفين في هذه المباراه. كابتن سيد ازيك؟ تمام الحمد لله كابتن محمد، ازي ازيك وحشني تمام والله الحمد لله، بسلم على ضيوف الكرام كابتن ماهر همام، كابتن محمد حشيش طبعا. سيد الف الف مبروك، الله يبارك فيك يا كابتن محمد. الحمد لله كابتن ماهر بيبارك لحضرتك. وخليني اقول لك يا سيد، انت واحد من اللاعبين المميزين. فاكر انت طبعا لما كنت بنلعب في الاتحاد وانت كنت متواجد فتره من الفترات، وبعد كده ما شاء الله تالقت بشكل كبير ومن اللاعبين المميزين دلوقتي في خط الدفاع لو على مستوى مصر، ما شاء الله عليك يا سيد. قلب الاسد، مسميه قلب الاسد حبيبي يا كابتن. ربنا يكرمك ان شاء الله، لكن دائما انت بتهدف دلوقتي يا سيد ما شاء الله، سواء بقى ضربات جزاء ولا ضربات راس يعني. الحمد لله، والسنه اللي فاتت برضه انا سافرت برضه كنت جايب 5 اجوان في الدور الاول، والدور الثاني جبت 5 اجوان السنه اللي فاتت الحمد لله، والسنه ده 4 اجوان في الدور الاول الحمد لله. طب ايه اللي فرق مع كابتن يعني كابتن طلعت طبعا وجوده في سموحه، يمكن انت مش غريب عنك كابتن طلعت يا سيد. اكيد طبعا. ايه اللي فرق مع الفريق؟ بص احنا جبتنا فتره، انت عارف ان فرقه كل فرقه بيجي لها دروب في الاول. الو معاك يا سيد، اتفضل كمل معايا يا كابتن. فجالنا فتره دروب، فكنا محتاجين حد اللي هو اللعيبه لازم تلتزم بتكتيك معين، لازم يبقى في روح مختلفه في الفرقه، لازم يبقى في نظام، لازم يبقى في تكتيك في الملعب اللعيبه كلها تلتزم. فالكابتن طلعت بصراحه جه نفذ التعليمات، يعني نفذنا له التعليمات دي يمكن 100%. اللعيبه التزمت في الملعب باداء دفاعي او هجومي. التكتيك بتاع الكابتن طلعت منافس للفرقه بتاعتنا. كنا بنلعب امبي الماتش اللي فات، امبي كان ند كبير وهو كان مسيطر على الماتش اول نص ساعه، لو كان جاب جول في الماتش كانت النتيجه هتتغير خالص يا كابتن محمد. لكن احنا ربنا كرمنا بالتوفيق الحمد لله، ضربه الجزاء جت ركبت لنا الماتش الحمد لله. انت رقم واحد في ضربات الجزاء يا سيد. انت عارف طبعا الكابتن طلعت لازم يبقى صدام، ففي تعليمات رقم 1 تجيب، رقم 2 تجيب، رقم 3 مين. طب ليه انت ما لعبتش ضربه الجزاء الثالثه؟ كابتن طلعت بقى كنت لسه رايح عليها، فقال خلاص خلي الثاني هو اللي يصدها عشان تبقى هاتريك. هحطها فين بقى؟ خلاص عشان تبقى هاتريك يا سيد. هكلمه محمد. طيب سيد خليني اكلمك على طموحكم في السنه دي. انتوا دلوقتي موجودين في المركز الرابع، طموح اللاعبين وكلامكم مع بعض وكلام كابتن طلعت ليكم، هل هتستمروا في او الفكر ان تستمروا في هذه الجزئيه، ولا هتفرطوا في وجودكم في المربع الذهبي واللعب في بطوله افريقيا ان شاء الله السنه الجايه يعني؟ بص يا كابتن كريم، برضه احنا في الموضوع بنبدأ خطوه خطوه. احنا الفتره اللي فاتت دي كانت النتائج مقصره معانا، احنا كنا ماشيين اول الدوري رابع، بعد كده نزلنا لغايه المركز الثامن يا كابتن والسابع، فعانينا جامد، اشتغلنا على نفسنا الفتره اللي فاتت دي لغايه ما وصلنا للمركز الرابع. كابتن طلعت كله كلامه لينا، مش ان احنا ننافس على بطوله، وان احنا كابتن طلعت بصراحه مش بيبالغ كلامه، بس كله كلامه لينا ان احنا لازم نركز. الماتش ده احنا عندنا 3 بونص، فان شاء الله هنلعب على 3 بونص. طب بقول لك ايه بقى معاك، اتفضل كمل يا سيد اتفضل. فماشيين في طريقه كابتن كريم اللي هو بناخد ماتش بماتش. محمد فاروق معاك، كريم مين يا سيد؟ معاك كابتن محمد فاروق. ماشي قول يا حبيبي اتفضل. حبيبي يا كابتن، فماشيين خطوه بخطوه كابتن لغايه ما نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا بنتعامل الكابتن طلعت بيعملنا بيه الفتره اللي فاتت يعني. ربنا يوفقكم. طبعا يعني معانا واحد من افضل مدافعين مصر هيكلمك دلوقتي ويقول لك على اكيد بعض الامور الخاصه بالجزئيه الدفاعيه. السيد سلام عليكم. حبيبي يا كابتن ماهر همام معاك اهو. انا بتابعك بقالي فتره، انت من المدافعين اللي فعلا عندهم تمركز جيد وراجل مقاتل من الطراز الاول، وبعدين كمان بتزيد مع المهاجمين في الكور الثابته، واخد بالك بتجيد العاب الهوا، والنهارده كمان بنشوف حاجه جديده، ضربات الجزاء بتعملها بشكل متقن ولا احسن مهاجم. عايز اقول لك حاجه، نصيحه بقى، في مشكله دلوقتي واضحه قوي من اخطاء حراس المرمى ورباعي خط الظهر، فانا عايزك الفتره اللي جايه تبدا تشوف الاخطاء اللي حصلت في مباراه امبي، وازاي الاخطاء اللي وقعت في خط ظهر امبي ازاي انت كمان تتلاشاها بعد كده في المباريات السابقه. اكيد طبعا يعني اعداد ذهني جيد بالنسبه لك مهم جدا انك انت تستفاد منه.
اكيد طبعا يا كابتن، اكيد طبعا الواحد لازم يتعلم من اخطاء كتير عشان خاطر الواحد طول ما هو بيلعب يا كابتن بيتعلم. يعني طول ما الواحد حتى كابتن انت حتى الناشئين مع حضرتك كنت دايما تعلمنا، بالظبط كل يوم بنتعلم حاجه جديده، كل يوم بنتعلم حاجه جديده. صحيح يا عرب، عايز اسالك بس سؤال. كابتن محمد حشيش معاك يا سيد. كابتن محمد، ما نفسكش تلعب كاس عالم؟ أكيد طبعا يا كابتن، كل طموحي أي لعيب إنه يلعب كأس عالم طبعا. كم سنة يا سيد أنت؟ أنا 30 يا كابتن. طب ده لسه صغير. مش طيب يعني، وأنت حقيقة كفء إنك تلعب كأس عالم، أنا في رأيي يعني. حبيبة كابتن محمد. فشد حيلك يعني، مش بعيدة الفترة اللي جاية. الواحد يجتهد يا كابتن، وإن شاء الله الواحد يوصل للي هو عايزه، إن شاء الله يبقى بخير إن شاء الله. إن شاء الله سيد، بالتوفيق ليك يا رب، توفيق لفريق سموحة وكابتن طلعت يوسف طبعا والجميع في فريق سموحة، وطبعا المهندس فرج عامر طبعا رئيس نادي سموحة بيعمل مجهود كبير جدا. بشكرك يا سيد، شكرا جزيلا.